أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية الأزهرية مع الموضوع الخامس، وهو بعنوان جزاء المفسدين في الأرض. جزاء المفسدين في الأرض. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. نأتي إلى معاني المفردات. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ما معنى يحاربون؟ المحاربة من الحرب، وهي ضد السلم، وكلنا يعرف الحرب، والمراد بها هنا قطع الطريق على الآمنين. إنما جزاء الذين يحاربون، المحاربة هنا، الحرب هنا، المقصود بها هي قطع الطريق. مقصود بالحرب هنا نوع قتال مخصوص، وهو قطع الطريق، وسيظهر المعنى في الشرح والبيان. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ما معنى الفساد؟ الفساد هو ضد الصلاح، وكل ما يخرج عن وضعه الذي يكون به صالحا نافعا يقال إنه قد فسد. شيء صالح وشيء فاسد. الصالح هو الشيء الذي يكون نافعا للناس ومقبولا عند الله سبحانه وتعالى، والفاسد ضد ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. ما معنى أو يصلبوا؟ أو يصلبوا من التصليب، من الصليب، وهي وضع الجاني الذي يحارب الله ورسوله الذي يراد قتله، يوضع مشدودا على هيئة الصليب على مكان مرتفع يرى بعد القتل. لماذا؟ ليكون عبرة وردعا لغيره عن ارتكاب المعاصي والجرائم. إذا أو يصلب من التصليب، اللي هو إيه؟ شكل الصليب عندما يصلب الجاني أو القاتل حتى يراه الغير فيتعظ به. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ما معنى ينفوا من الأرض؟ النفي هو الطرد من الأرض. ولفلان نفي، تم نفيه، يعني طرد وابتعد، يطرد من الأرض التي ارتكبوا فيها جرائمهم. ينفوا من النفي، قل ايه فلان نفي، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. خزي، الخزي طبعا هو العذاب الفاضح والمهين، عذاب فاضح وهوان. قال والعياذ بالله، أخزاه الله، أي أبعده وفضحه وأهانه والعياذ بالله. هذا عن معاني المفردات. آتي إلى التفسير والبيان حتى يتضح المعنى. نبدأ بتعليم الإسلام. بيقول لك إن تعليم الإسلام الحنيف يدعو إلى إقامة مجتمع متماسك يسوده الأمن والأمان، وينعم فيه الناس جميعا بالاستقرار والاطمئنان. وحتى يتم هذا المقصد ويتحقق هذا الهدف، بينت هاتان الآيتان عقوبة إيه؟ جريمة كبيرة، هي أصل لعدة جرائم، إنها جريمة الإفساد في الأرض. طيب، تنطبق هذه الجريمة على إيه؟ على كل من يهدد الآمنين ويروعهم. جريمة الإفساد في الأرض، بيتحدث الإسلام على جريمة الإفساد في الأرض. تنطبق هذه الجريمة على كل من يهدد الآمنين ويروعهم، خصوصا جريمة قطع الطريق. فيها تفصيل في كتب الفقه. قد افتتحت الآية بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. إنما لتأكيد العقاب، لأن إن إيه؟ حرف توكيد، لتأكيد العقاب ولبيان أنه عقاب لا هوادة فيه، لأنه حد من حدود الله تعالى، وجريمته أشد الجرائم خطرا، حيث إنها هذه الجريمة يعني هادمة لبنيان المجتمع وأمنه. يستقر المجتمع وهناك قوم يقطعون الطريق ويروعون الآمنين ويقتلون الناس ويسرقونهم. إذن لماذا افتتحت الآيات بإنما المؤكدة؟ إن افتحت ليبين للمستمع والمخاطب
أن هذا العقاب لا هوادة فيه. من هنا جاءت العقوبة على قدر الذنب، والجزاء من جنس العمل، وقد جعل هذا النوع من العدوان محاربة لله ورسوله. ماذا؟ لأنه اعتداء على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم. يعني سؤال، لما جعل هذا النوع من العدوان كأنه محاربة لله ورسوله؟ لما جعل هذا النوع من العدوان كأنه محاربة لله ورسوله؟ ليه؟ لأنه اعتداء على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم. ولذا جاز لحاكم المسلمين أن يقتلهم إن قتلوا. التفصيل جي الحمد لله. جاز للحاكم المسلمين أن يقتلهم إذا قتلوا. يبقى اللي بيقطعوا الطريق إن قتلوا يقتلوا، أو يصلبهم إن جمعوا بين أخذ المال والقتل. افترض أو افرض يعني إنهم قتلوا وأخذوا المال، يبقى له إيه؟ أن يصلبهم، يجعلهم على الصليب، بعد أن يقتلهم يجعلهم عبرة على الصليب، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو سرقوا فقط يعني، أو ينفيهم من الأرض إن أخافوا الناس وقطعوا الطريق عليهم. هذه التفصيلة في كتب الفقه. كما قلنا، قاطع الطريق إن خوف الناس فقط ينفى من الأرض، يتم نفيه. سرق فقط قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن قتلوا يقتلوا، قتلوا وسرقوا يقتلوا ويصلبوا، هذا عقابهم في الدنيا. فيه خزي لهم وكسر لشوكتهم، وأي خزي أشد من أن يروا وقد قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يراهم الناس مصلوبين أو محبوسين أو مبعدين في أقاصي الأرض. أما عقابهم في الآخرة فهو العذاب العظيم، والعياذ بالله، الذي لا يستطيع أحد تحمله إلا من تاب قبل أن يتمكن الحاكم منهم ويقدر على عقوبته، فإن توبته حينئذ جديرة بأن تكون توبة خالصة لله، يسقط عنه بها حد الحرابة. هذا الحد الذي نتحدث عنه اسمه حد الحرابة. تبقى المؤاخذة على ما ارتكب من حقوق الآدميين وما أتلف من مال أو دم. في هذه الحالة تنتقل العقوبة من الحد إلى القصاص. هنا يناقش أيضا مسألة فقهية، يقول: متى تقبل توبة قاطع الطريق أو المفسد في الأرض؟ إن جاء تائبا قبل أن يقبض عليه، يعني قبل ما يتقبض عليه جاء تائبا، فإن تاب قبلت توبته. لكن هل تسقط حقوق الآدميين؟ فلنفرض أنه أخذ مالا أو أتلف مالا أو دما أو قتل أحدا. نعم، تنتقل العقوبة هنا من الحد إلى القصاص. الحد إلى القصاص يعني من الحد إلى القصاص، يعني بدل ما كان هيقطع أيديه وأرجله من خلاف، لا والله سرق مالا ستقطع يده، قتل يقتل. هذا النص طبعا يقطع الطريق على من تسول له نفسه السعي بالإفساد في الأرض بأي وسيلة كانت، من اعتداء على أرواح أموال أعراض. هذا طبعا يحفظ للمجتمع أمنه. هذا عن إيه؟ عن التفسير والبيان. طيب، الله طائف، لما صدرت أو جاءت في صدر الآية، في بداية الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله. إنما طبعا تفيد الحصر والتوكيد كما قلنا منذ قليل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله تفيد الحصر والتوكيد. قلنا يؤكد الله على العقوبة ويحصرها على المفسدين في الأرض، لأنه ليس هناك عقوبة مثل هذه العقوبة. قوله تعالى: يحاربون الله ورسوله، تشبيه لمخالفة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله بمن يحارب الله ورسوله، مع العلم بأنه لا أحد يستطيع محاربة الله ورسوله على وجه الحقيقة طبعا. وفي هذا تنفير من الإقدام على مثل هذا الفعل الشنيع. يبقى لماذا عبر القرآن بقوله يحاربون الله ورسوله مع أنه لا أحد يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ ده هذا للتنفير، يجعلك تنفر من هذا الفعل الشنيع، لأنك ستقابل أو تحارب، وهذا لن يحدث أبدا طبعا، الله ورسوله. ثلاثة، التشديد في هذه الأفعال: يقتل، يصلب، تقطع، يفيد المبالغة في الفعل بعدم أخذ الرأفة بهؤلاء. التشديد في هذه الأفعال، الشدة والفتحة أو الشدة والكسرة، المهم التشديد يعني. يقتل على التاء، يصلب على اللام، تقطع على الضاء، يفيد ماذا هذا التشديد؟ المبالغة في الفعل، كأنه يبالغ، يقول لك
قتل صلب قطع، لا تأخذك في ذلك رحمة ولا رأفة. أي سؤال تفضلوا في التعليقات. دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.